في المدينة دي هينزل سيدنا عيسى من السماء إلى الأرض، أما دي فهي مأذنة سيدنا عيسى في الجامع الأموي. أصدقائي ما تنسوش توصلوا الفيديو لخمسين ألف لايك. احنا النهاردة موجودين في سوريا في دمشق وبالتحديد في الجامع الأموي، جايين نحكي لكم قصة نزول سيدنا عيسى إلى الأرض. في نهاية الزمان هتحدث فتن عظيمة على وجه الأرض، وهينتشر الفساد في الأرض، وهتنتقل خلافة المسلمين إلى بيت المقدس، والناس هتتجه إلى المسجد الأقصى. لكن إيه هي الفتن اللي هتحدث في الوقت ده بعد حدوث الملحمة الكبرى، واللي هيشارك فيها جيش المسلمين بقيادة الإمام المهدي، وأثناء ما الجند بيعلقوا سيوفهم على أغصان الزيتون علشان يستريحوا من المعركة، هيسمعوا نداء في الأرض بيقول إن المسيح الدجال خرج في أهليكم، فهيرجعوا في اتجاه بيت المقدس. وهنا هتحدث أعظم فتنة على وجه الأرض، فتنة المسيح الدجال الأعور اللي مكتوب على جبينه كافر، واللي بين إيديه جنة ونار، جنته نار ونار وجنة، وهيخدع بيهم البشر علشان يؤمنوا بيه، لكن نهايته هتكون على ايدين سيدنا عيسى. لكن بما اننا موجودين داخل الجامع الاموي، فيا ترى ليه سموا المأذنة دي بمأذنة عيسى ابن مريم؟ ويا ترى هل ليها علاقة بحكاية نزول سيدنا عيسى؟ ومن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول سيدنا عيسى على الارض، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. بس يا ترى إزاي هينزل سيدنا عيسى إلى الأرض، وفين المكان بالضبط اللي هينزل عنده؟ وفقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هينزل سيدنا عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ووقت ينزل هيكون مشهد مهيب، لأن سيدنا عيسى هينزل وهو واضع يديه على طرفي جناحي ملكين، وهينزل وقت ينزل راسه أو يطقطق راسه هينزل منه قطرات من الماء بسرعة، وقت يرفع راسه يتحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني بتنزل قطرات العرق من وجه سيدنا عيسى وكأنها حبات لؤلؤ مصنوعة من الفضة من شدة نقاء وجمال سيدنا عيسى، وهيكون لابس ثياب جميلة هتجذب ليها العيون. طبعا مكان نزول سيدنا عيسى بالتحديد محدش عارف هيكون فين 100%، لكن داخل المسجد الأموي هنلاقي ان في منارة او مئذنة بيطلق عليها اسم مئذنة سيدنا عيسى، والله اعلم هل هي دي المنارة البيضاء ولا في مكان تاني. يعني انتم متخيلين لو المنارة اللي بيطلق عليها اسم منارة سيدنا عيسى داخل الجامع الأموي هي المنارة البيضاء، ففي المكان اللي انا واقف فيه حاليا احنا موجودين عند المنطقة اللي هينزل سيدنا عيسى من السماء عندها في مشهد مهيب. انتوا متخيلين الشعور؟ يعني انا دلوقتي موجود في المكان اللي هينزل فيه سيدنا عيسى من السماء الى الارض. كمان في منارة تانية موجودة عند باب شرقي في دمشق، وربما تكون هي دي المنارة البيضاء المقصودة في الحديث، لكن الله اعلم. بس المنارة دي ربما تكون صحيحة لانها موجودة ناحية الشرق، او ربما تكون منارة تانية غير اللي موجودة في الجامع الأموي أو عند باب شرقي، وتكون موجودة في منطقة تانية شرقي دمشق. ودي كانت حلقة جديدة مع الخميائي عن المنارة البيضاء ونزول سيدنا عيسى من السماء إلى الأرض، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.